بكم أصدقائي الأعزاء، معنا موسى جميل وصديقة جميلة من ذوي الأرض بابتسامة جميلة كلها أمل ورضا وثقة وسعادة بالنفس. تتحدى صديقتنا الجميلة الإعاقة رغم أبات رائحة ساقية بإرادة قوية بتعيش حياتها رغم كل التحديات اللي بتمر بيها. صديقتنا الجميلة زوجة وأم مسؤولة عن أسرة وتقوم برعايتهم وبقوة إرادتها وعزيمتها، بتتغلب على الإعاقة وتواجهها بكل شجاعة. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة وعلى العطاء، قادرين على تخطي أي إعاقة ومواجهة كل صعب.